وينضم إلينا هنا في الاستوديو اللواء فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك، أولا تعليقك على الفيديو. يعني فيديو مميز فيه ثلاث لقطات. اللقطة الأولى استخدام 105 الياسين، وطبعا هذا يعتبر مسافة صفرية لأنه لغاية 100 متر، وكانت إصابة واضحة جدا، إصابة قاتلة، ولاحظنا الانفجار. اللقطة الثانية كانت استخدام، وهي هذه اللقطة، عبوة الشواظ. هذه اللقطة الأولى. اللقطة الثانية عبوة الشواظ. عبوة الشواظ توضع فيها المتفجرات بطريقة هندسية فنية، تكون على شكل المحجان أو المخروط المعكوس المجوف، فتوضع المتفجرات بتصميم معين ويكون مغلفة، طبعا الجدران الخارجية معدنية والتصفيح الداخلي حول المتفجرات معدن. عندما يتم تفجيرها متفجرات عالية C4 تصهر هذا الغلاف، يتحول إلى كتلة مدفوعة بنفث حرارية بسرعة خارقة تخترق جسم الدبابة. وبالتالي لاحظنا حتى في الشواظ عندما تم توجيهها بطريقة صحيحة وتفجير مسيطر عليه لحظة وصول الآلية. واللقطة الثالثة كانت استخدام الياسين مرة أخرى لدبابة ثالثة. هذه هي معارك شرق خان يونس في المرحلة الجديدة، في اليوم هو اليوم الرابع، وبالتالي أعتقد مقاومة بهذا المستوى هذا يعكس مستوى الأداء. يعني سمعنا المقاتل يقول والله لن ربيهم والله لن ذلهم. طبيعة كلامه أخذ بعدين، أولا الناحية المعنوية، وبعدين اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. هذا الدعاء لا يصدر من إنسان مو صاحب عقيدة راسخة. إذا هذا المقاتل هو هناك عقيدة أيديولوجية مستندة إلى موروث ديني رباني، وبالتالي هو يخرج في هذا الجو في هذه الظروف ويصل إلى الهدف، يستخدم الياسين أو يضع عبوة الشواظ. وبالتالي هذه الثلة من المقاتلين هي اللي عكست روح المقاومة الفلسطينية الحقيقية. هذه هي الروح الحقيقية لابن فلسطين الثائر الباحث عن حقوقه. نعم، هناك أيضا في رفح مواجهات من المسافة صفر. سيدة رفح لا تزال المعركة تدور في المرحلة الأولى، لا تزال تدور في المرحلة الأولى رغم كل ما بذلت قوات الاحتلال، تعدت تقريبا 40 يوم قتال ولا زالت. كان هناك من المسافة الصفر، كان هناك اعتراف بفشل تغريق الأنفاق، وكان هناك تفجير فتحتي نفق بقوات دخلت لها، ولا تزال الأنفاق هي الصندوق الأسود الذي كما يبتلع الثقب الأسود الكواكب والنجوم يبتلع مقاتلي جيش الاحتلال. وعلى فكرة هذه ليست جزء من شركة الأنفاق. هذه الأنفاق التي يتم تفجير فتحاتها هي لا ترتبط بفتحات بالأنفاق. طب كيف تتم العملية؟ هذه أنفاق وهمية. هذه أنفاق ما معنى ما فتحة وهمية. نفق مع امتداد معين بطول معين، مترين ثلاث أربعة، لكن مصمم على أنه نفق حقيقي يتم إحداث ضوضاء معينة أو حركة معينة الآن يجلب انتباه لجنود الاحتلال. جنود الاحتلال فورا يندفعوا، يدخلوا إلى النفق، يتم تفجير هذا النفق. حتى عالم الأنفاق في الداخل عندما فشلوا في تغريقه نصبوا مضخات على عمق 1 كيلومتر في البحر وضخوا لساعات وساعات وساعات، ولم يستطيعوا حتى أن يجدوا المياه، لأن هناك يوجد نظام تصريف وهي مبنية ليس على قاعدة الأواني المستدرقة، لها تصميمها الخاص. لا بل أكثر من ذلك، الذين قتلوا الجثث التي عثر عليها، أنا قرأت في بعض التقارير أن أحدهم مات بالغاز، وبأن هذا الغاز تم إجراء تفجير عكسي عكس اتجاه الغاز باتجاه القوات الداخلية. وبالتالي يعني يبدو لي أن القسام وبقية الفصائل موفقة وتسبق قوات العدو بخطوة إلى الأمام باستمرار.